مساء الخير والجمال مشاهدين الكرام ومتابعي قناة الصحة والجمال وبرنامج تحة الستات. مساء الخير يا حنان. مساء الخير يا طه. منورين يا حبايبي ويا رب دايما مكملين. يا رب يا رب. النهاردة حلقتنا وفقراتنا متنوعة وجميلة وإن شاء الله تنقل إعجابكم. هنتكلم عن الجمال وهنتكلم عن الصحة وهنتكلم عن إزاي يكون فصل الشتاء نقدر نحافظ على صحتنا. كل سنة وأنتم طيبين. طبعاً النهاردة بداية بسيطة كده للشتاء. شفتي المطر وإحنا جايين؟ شفنا. أيوة. سنة خير يا رب علينا كلنا. فإزاي نقدر نحافظ على جمالنا مع صحتنا؟ لأن لو ما قدرناش نحافظ على جسمنا وعلى صحتنا جمالنا مش هيبان. فالنهارده هنتكلم في حاجتين مهمين، الصحه والجمال. هيكون معانا الفقره الاولى حبيبتنا كلنا وضيفتنا العزيزه الجميله على قلوبنا حبوبه. هنتكلم فيها عن العنايه بالبشره اليوميه، وهنتكلم في الفقره الثانيه مع الدكتور محمد فوزي استشاري طب الاطفال عن كيفيه الوقايه من امراض الشتاء وخاصه حساسيه الصدر. بس في عندي حاجه صغيره كده قبل ما بنبدا فقرتنا الاولى، هنتكلم فيها عن الحموات، وكانت سهى معاها كومنت صغير كده. اتكلمي معايا كده يا سهى، قولي لي انت قلتي قبل فاضل بسمين يعني ايمان. ايوه قولي. مساء الفل اولا على اجمل متابعين متابعي الصحه والجمال وبالاخص تحيا الستات. طبعا احنا ناقشنا قبل كده موضوع الحموات، لكن جات لنا فونات كتير جدا عايزين يتكلموا عن الموضوع ده برضو، والعمات لان هم سبب مشاكل كتير في البيت. انا حبيت الخص بس موضوع الحموات ده لتاني مره في كلمه واحده، ان الحما مش عمى، الحما ام تانيه. بمعنى ان انا لو اتعاملت بشكل ايجابي مع حماتي هتبقى ليا ام تانيه، مجرد ان انا اسيب بيت اهلي واروح ليها تاني. حتى لو هي بتتعامل بشكل سلبي في بعض الاحيان ممكن اتقبل او امتص التصرفات السلبيه دي، ان انا ابعد شويه، ان انا ما ردش، ان انا ما اعملش موقف سلبي زيه. فهي مره في التانيه هتتعامل ان خلاص انا دايما تصرفاتي ايجابيه، فهتتعامل معايا مره تانيه بطريقه ايجابيه. وعايزه برضو اطرح موضوع تاني في موضوع الحموات ده، هي الحما يعني ليه عملناها كده او ليه صورناها كده؟ هل الوسائل الاعلام يا بنات هي السبب ان هي وصلت الحما بالصوره اللي هي البشعه اللي احنا بنشوفها؟ يوه حماتك عايشه، حماتك موجوده، ابعدي عنها، انفصلي، خدي جوزك ويبقى ليكوا شقه بعيده، مره واحده بس في الاسبوع كفايه، بلاش الاختلاط. هل وسائل الاعلام السبب ولا الامثال الشعبيه الخطا اللي احنا كبرنا عليها او اتولدنا عليها وهي اصلا مش صح؟ مثل بيقول لك ان كتر ضحك حماتك مثلا خف على حياتك. طب ليه يعني؟ انت انا حماتي سفاح مثلا ولا مش عارفه. مثل تاني بيقول ان كتر ضحك حماتك خافي على حياتك، يعني هي سفاح مش فاهمه. بيقول لك الكي بالنار ولا قعده الحما بالدار. ليه برضو؟ ما هو ليه؟ ما انا بتعامل بشكل ايجابي رد فعل حماتي هيبقى ايجابي، اتعاملت بشكل سلبي رد فعلها هيبقى سلبي. لتاني مره بقول الحما ام، الحما مش عمى، عامليها كام هتعاملك كبنت. ونفصل خالص ان انت مرات ابنها، او اللي يقول لك ده الحما بتاعت الام تقول لك لا ده انا، بتبقى الطف شويه من الحما بتاع الابن. وفي مثل بيقول برضو ايه، ان الحما بتقول لبنتها قومي نامي جنب جوزك دفيه، ومرات والحما بتاعت مرات الابن تقول لها ابعدي عن ابني هتخنقيه. احنا ليه برضو جايبين الامثال دي؟ ليه طيب ليه الامثال دي؟ وليه وسائل الاعلام وليه السوشيال ميديا دايما بتسوق من صور الحما؟ رايكم ايه يا بنات في اللي انا قلته؟ ممكن نقول موسوعات ثقافيه هي السبب في ان احنا بنكون مشحونين ضد الحما حتى من قبل ما اشوفها. ممكن تكون في يعني بتعاملني احسن من والدتي كمان، لكن الموروث الثقافي ده اللي بيحفزني ان انا بكون انا كمان متحفزه لها يعني. بالظبط. طب جالنا سؤال على البيتش بتاعتنا تحيا الستات، فعلا بنتكلم في امر فعلي. متابعه معانا بتسال اتعامل ازاي مع حماتي اللي بتكرهني، بصرف النظر بقى عن الاسباب، يعني ايه السبب، هي الوحشه او حماتها الوحشه، المهم ان في الاخر الواقع بتقول ان حماتها بتكرهها، اتعامل ازاي مع حماتي اللي بتكرهني. انا من وجهه نظري الشخصيه ابسط واريح قاعده في هذه الحاله هي السكوت من ذهب. بالزبط. الصمت لتجنب الصدام. لو حماتك ما بتحبكيش بتكرهك بصرف النظر عن السبب، اي حاجه هتقوليها لا تنول اعجابها سواء بالسلب سواء بالايجاب. انت شخصيا مش هتنولي اعجابها لو هي مش بتحبك. صحيح. لو انت ملكه جمال، انا اسفه حنان للمقاطعه، لو انت بنت ناس، لو انت زوجك مريحه ابنها وهي ما بتحبكيش مش هتشوف ده كله، هتشوفك زي القرد وهتشوفك مش بنت ناس، وهتشوف ان ابنك ابنها مدلعك على الفاضي. طب ليه احنا ما نشوفش السبب
اللي هي بتكرهها ليه؟ ما اكيد في سبب. لا هي دلوقتي احنا بنتكلم في مشكله فعليه بصرف النظر عن البحث عن الاسباب. طيب اوكي، بس هي لازم تشوف ممكن تبقى حته موجوده اصلا عند الحما يا ايمان، ان هي خدت ابنها او ابنها بيدلعها او ابنها كويس معاها، فانا اللي المفروض كنت اتعامل بالطريقه دي، فده بناء عليه بيرجع من رد فعل الحما عليا ان بتعاملني وحش عشان ابنها كويس معايا. طب احنا لازم برضو في السبب دلوقتي، ده ممكن سبب اكيد. صحيح. طب يعني برضو يعني ايه السكوت من ذهب؟ يعني اكون طول الوقت خرصه مثلا ما اتكلمش؟ اكيد. المقصود بالسكوت من الذهب او الصمت لتجنب الصدام بالظبط اللي هو التجاهل. برضو التجاهل ازاي؟ اول حاجه ان انا مشكيش من جوزي عمال على بطال، ما شاركش حماتي في برضو عمال على بطال في امور حياتي، دي برضو جزئيه مهمه قوي. ما تدخلش في الخصوصيات الخاصه بامور حياتي الشخصيه مع زوجها او مع اولادها، وما تدخلش برضو في الامور الحياتيه الشخصيه الخاصه باخوات زوجي. في الحاله دي يكون في تجاهل، يكون في صمت الى ان تتحسن من الامور. الى ان تتحسن الامور بالظبط. انا برضو عاوزه اوجه لكل ست اكيد بتشوفنا من خلال تحت الستات، حاولي انك تحتوي حماتك. يعني مش عاوزين نجيب العيب الاكبر على الحما، هي الحما في الاول وفي الاخر ام. صحيح. وانت في يوم من الايام هتكوني ام بالزبط. فانت اكيد اللي بتعمليه هيجي في يوم من الايام إيه مثلا على كده كملي سيرك يا مراتي كمل تبقي حما كملي إيه. حاضر يا صاحبي. انا جايبه زي ما سهى قالت ان مرات الابن في يوم بتكون حما، فانت المفروض انك انت لو حماتك حتى مش كويسه او بتغير غيره شديده على جوزك، فانت بايدك انت انك تحتويها لسبب مهم جدا. انت ممكن يحصل خراب لبيتك بسبب انك انت من كتر الشكوى انك انت جوزك كل شويه حماتك بتكلمه تقول له مراتك عملت، مراتك تركت، فطبيعي جوزك هيجي مشحون من ماما فيجي تحصل خلاف. تاني حاجه انت نفس الوضع، هتكلمي جوزك كل شويه في الشغل هتقولي له ماما عملت وماما سوت، فده هو اولا هو عنده ضغط كبير في شغله، فانت ما تزوديش على حمل وعب هو كفايه عليه. مش حكايه برضو ان انت تخافي من المشاكل لما تعملها. لا 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 كويس. في نقطه لازم كل ست بتشوفنا تكون فاهماها كويس جدا، لان دلوقتي البنات بتتجوز صغيره اللي هي ما عندهاش الوعي الكافي. فماما عملت ماما سوت، هي لازم تسيبه في شغله. هو في شغله الزنة. هو بالظبط، فهو هيمارس طبيعه شغله ولا يجي يشوف مشاكل ماما ومراته؟ خدي بالك هو لو انسان محترم اساسا، لو هو انسان محترم، انا من وجهه نظري ان هو ما يسمعش كلام مراته، يسمع كلام مامته. حد اصلا حتى لا معلش. لا 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 مش معاكي في دي. لا 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 مش معاكي في ماما. اكيد ان ما ينفعش يكبر. لا ما ينفعش ما يسمعش كلام مراته ويسمع كلام مامته. في عادي. لا 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 هو حب الام بالظبط. حب الام وجهه نظر. لا لا انا وجهه نظري تختلف، لان حب الام حاجه وحب الزوجه حاجه تانية. لازم يفصل بين الاثنين، ولازم يخلي الاثنين يحبوا بعض. تمام. عشان تبقى الحياه لذيذه والحياه جميله لازم يبقوا تيم واحد، ولازم هي تحسسها، لازم هي كمان تحسسها ان انا بحبك وان انا ما اخدتش ابنك منك. ما ينفعش ام تتعب كل السنين دي تيجي واحده. انا وجهه نظري كده، يعني تيجي واحده تاخده في ثانيه. عندها حق. يعني انا ربيت وكبرت وبعد كده الاقي التوجيه والاهتمام والحنان لا ما ينفعش. لازم يكون في عدل بين الشباب. يا جماعه قاسيه جدا والله، في شباب قاسيه جدا. مجرد انها بتتجوز بيبقى حياتها وروحها وكل ما تملك لزوجته. طب امك فين؟ صحيح. طب اهلك فين؟ انا بناشد دول بالذات ان فعلا الحما ساعتها ان البنت لما تعملها وحش حقها، اذا كان الابن عاملها وحش. وعاوزه برضو لحظه حاجه، ان كل كلامنا على الستات ازاي تكسبي حماتك، طب برضو فين الراجل؟ لسه. طب ازاي تكسب انت كمان حماتك؟ اقول لك ليه حنان، دي برضو مهمه قوي. ليه؟ دايما في مشاكل حموات الام بيبقى في رأفة وحنان مع زوج البنت. صحيح. عشان بيتها يمشي، عشان ما يحصلهاش حلقات كتير نتكلم فيها. تمام. ونماذج تكون معانا. صحيح. هنطلع فاصل ونرجع تاني معاكم مع اتصالاتكم بقى لو سمحتوا، عايزين رايكم برضو في موضوع الحما. هل السوشيال ميديا ووسائل الاعلام بالزبط. والامثال الموروثه سبب في تسويق العلاقه ما بين الحما ومرات الاب؟ كلمونا على رقمنا اللي بينزل على الشاشه وانتظرونا بعد الفاصل. بعد الفاصل. الله لكم.